نقول له كل سنه وانت طيب، وكل جماهير النادي الاهلي بتقول له كل سنه وهو طيب. كابتن اسلام، دي كانت كل كواليس فوز النادي الاهلي على فريق مصر المقاصه، استمرار الاهلي في الصداره، الاهلي بيحقق الفوز التاسع على التوالي في بطوله الدوري هذا العام، بيرفع رصيده للنقطه رقم 27، الاهلي يغرد في القمه منفردا. كابتن اسلام اليك الكلمه مره اخرى. شكرا جزيلا زميلنا فاروق صلاح. كابتن شريف، كنت بتقول لي دلوقتي علي معلول بيقول حاجه لحد ده يعني بنقول له كل عام وانت بخير يا علي، مش هيقول وعايزينك في الهسات دي على طول، ان انت بتعلق الناس دي فوق وتعمل الان بتوين الباص الجميل ده. اعتقد ان احنا كان لينا حوار انا وانت مع بعض اثناء علاجك في النادي. احنا فخورين بيك الحقيقه. هو انت بتقول في حوار بينك وبين علي؟ نتكلم في حاجات حاجات خاصه يعني في الكوره، حاجات خاصه بنتكلم في الكوره يعني. لا بنتكلم امتى هيرجع الملاعب لهجه بص مش هنفهم برضه. انا بس طالب طلب منك. لا انا نفسي تعملها زي ما كنت بتقولها لي دلوقتي. الهسه؟ لا مش لا لا مش الهسه اللهجه. والله علي معلول ايوه لعيب بيان بيان يعني. احنا فخورين فيه وبنطلب منه بطوله افريقيا العام، انت وكل الخط بتاع الدفاع احمد فتحي وتشد اظهره معاك يعني برشا برشا الوحش اظهره ده بديك الكوره انا. ايجي تعالى نروح نلعب ونساوي مع بعض. ايوه ايوه لا هو راجل جميل، احنا بنحبهم كلهم الحقيقه، عندهم قدر من المسؤوليه.